الوضع الأمني في المنطقة. والرئيس عباس قدم رؤى جديدة بخصوص ضمان مزيد من الأمن في المنطقة. صحيح جدا الآن على الأرض هناك وضع صعب، وهناك الآن وجه صعب يواجه المفاوضات. ولذلك علينا فرنسا اتخذت مبادرة لجمع المجتمع الدولي حول هذه العملية التي من شأنها أن توصل إلى السلام. هذه العملية تفترض بعض التنظيم وجدول زمني. أولا أن نجمع كل الشركاء، اللجنة الرباعية طبعا ودول أخرى مدركة للوضع وتريد المشاركة في إيجاد حل. سوف نعمل على اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول ونرى من ثم كيف يمكن أن نعمل مع الأطراف المعنية. هذه المبادرة هي في خدمة السلام و لا تريد عرقلة أي مسعى، ولكننا نحن نعتبر أن هذا هو الدرب الأفضل، وهذا هو الدرب الذي من شأنه أن يسمح باستئناف المفاوضات في الإطار الذي نعرفه. كذلك تحدثنا عن التعاون القائم، ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس سوف يذهب إلى الأراضي الفلسطينية في نهاية شهر أيار مايو للاستمرار في تنفيذ ما بدأنا ببنائه معا. هناك أيضا الوضع في الشرق الأوسط، وهذا الوضع يقلقنا كثيرا، ولقد تناولنا مع الرئيس محمود عباس موضوع سوريا، فنحن نريد أن يكون الحل سياسيا، ونريد أن تذهب المحادثات الجارية حاليا والمفاوضات في اتجاه حل سياسي. نحن نشعر بقلق لأي انتهاك لوقف إطلاق النار أو الهدنة الذي قد يكون له آثار مأساوية والذي تترتب عليه الآن آثار مأساوية. فلقد وصلنا نبأ مفاده أن المدنيين عادوا للهروب اليوم الآن في هذه الساعات من مناطق النزاع، ونحن ندرك أن الأزمة السورية إذا حصل في العراق ما حصل في سوريا ندرك هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين. هؤلاء اللاجئين أصبحوا الآن في لبنان، وسوف أكون في لبنان في الساعات المقبلة، في الأردن سأكون في الأردن في بداية الأسبوع المقبل، واللاجئين في تركيا أيضا. وهنا أيضا علينا أن نعمل معا. الرئيس محمود عباس سيزور موسكو في الأيام المقبلة، وهناك رسائل أيضا سوف يحملها لإيجاد حل سياسي. نود كذلك أن نشدد على ما يجب أن يحصل في إطار متعدد الأطراف، وسوف ألتقي بالرئيس محمود عباس في نيويورك بمناسبة التوقيع على اتفاق باريس، وهو اتفاق هام جدا للأسرة الدولية، ومن الهام أن تجتمع الأسرة الدولية، ومن الهام أن تكون في نيويورك سيادة الرئيس. وسوف نعمل طبعا مع رؤساء الدول والحكومات والوزراء لنتكلم عن البيئة، ولكن أيضا عن مبادرة فرنسا. وشكرا، تفضل سيادة الرئيس. Merci monsieur le président au nom de Dieu Clément Emisari. مع فخامة الرئيس والصديق العزيز فرانسوا أولاند جلسة محادثات مثمرة استعرضنا خلالها جملة من القضايا التي تهم بلدينا وشعبينا والجهود المبذولة والمتواصلة من أجل المزيد من التنمية والتطوير للعلاقات الثنائية وبما يخدم مصالحنا المشتركة. هذا وقد اطلعت فخامة الرئيس أولاند على آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وما تعيشه من ظروف
صعبة بل خانقة جراء الاحتلال والتوسع الاستيطاني وممارسات المستوطنين في ظل انسداد كامل للأفق السياسي. وعرضنا لفخامة الرئيس عن دعمنا الكامل للجهود الفرنسية لتوسيع المظلة الدولية لإيجاد حل سياسي من خلال تشكيل مجموعة دعم دولية وعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة تعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق رؤية حل الدولتين على حدود 67 وتطبيق مبادرة السلام العربية، كل ذلك في إطار جدول زمني محدد. واطلعنا فخامة الرئيس أولاند على الجهود التي نبذلها إقليميا ودوليا لدعم الأفكار الفرنسية، وأكدنا لفخامة الرئيس أن الاستيطان يشكل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام. لذلك فإننا سنستمر في المشاورات مع فرنسا ومع الدول المعنية، علما بأن اللجنة الوزارية العربية الرباعية تدرس التوقيت المناسب لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول الاستيطان. ومن ناحية أخرى فإننا نشيد بالتعاون القائم بين الحكومتين الفرنسية والفلسطينية، ونحن سعداء جدا بما تم إنجازه، ونشجع الجانبين على المزيد من التعاون والشراكة في جميع المجالات. صداقة تاريخية قوية ومتينة، وفرنسا ظلت دائما وفية لمبادئها ودفاعها عن الحق والعدل والبحث عن حل عن عادل ومتوازن للقضية الفلسطينية، وهذا أمر نعتز به ونفتخر. وقد عبرت لفخامة الرئيس عن جزيل شكرنا وتقديرنا لأشكال الدعم كافة التي قدمتها ولا زالت تقدمها فرنسا على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، ولتمكيننا من بناء مؤسساتنا وإقامة البنية التحتية لدولة فلسطين المستقلة والديمقراطية القادمة. ورحبنا بزيارة دولة رئيس الوزراء الذي سيزورنا في الشهر القادم لمزيد من التعاون، فأهلا وسهلا به، كما كانت فرصة مواتية لتناول ما يجري في منطقتنا وفي فرنسا ومناطق عديدة في أوروبا والعالم، وما تعيشه من عنف وإرهاب وعنف وإرهاب المتطرفين، الأمر الذي نرفضه. وفي الإطار فإننا نقف إلى جانب فرنسا وشعبها الصديق في مكافحة كل أشكال الإرهاب والإرهابيين. نحن مرة أخرى نشكر فخامة الرئيس، وأتمنى له شخصيا دوام الصحة والسعادة لفرنسا وشعبها الصديق، دوام الرفاه والتقدم، وأن يبعدها الله عن الإرهاب والإرهابيين إن شاء الله. شكرا لكم.